تجارب الاحترافية محمد، نتفكر في مشي متاع سان باولي في ألمانيا، طيارة خاصة. شن صار وقتها محمد فيها؟ جلب نيسا ربيدي جلال شو جلال. مش كنت في الكلوب انت وقتها؟ لا في ستاد. ولا قبل ما تمشي للكلوب؟ في ستاد. ستاد. والله عندي ساعتها كونترات وفيه 690 ألف دولار ولا 70 ألف في الوقت هذاك. في الوقت هذاك أنا برك ساعات وعطين مليار ونص بالدولار، يعني ما مليون ويدمي دولار في مليون سانك للستاتيونيزيان. رفض العرض محبشه. عندي الواحد عندي الورقة التويكة الكونترات ومساحة ومزيد خليه هذاك. شاير بن عيسى محبشه. هي صارت والنيغوسياسيون مانيش حاضر انا فيها. مي من بعد تسمع الكلام ومشيت لالمانيا انت. تمشيت وتستيت سانك تيست نجحت فيها من خمسة. ومعك نبيل الميساوي. معايا نبيل. انت هزيته. ما هزيتوش انا. كلموهما ايه ما جاتني الطياره مشيت اما وقتها انت محمد كنت اكبر مني كيف ديفيزيون 3 هذا اللي كانت وقتها ليه هو مش هكاك حتى كراوزن ولا كراوزن اللي رينا سياسات جاي يتفرج فيه حمام نفل الناس عاد هامبورغ ماشيين هان ما كنتش ماشي اللي كيف كانت قنطره هذه معناها اي هو المانجر اللي جابني وقت قال لي تي تنفو بالعالم كله قال لي اجي تنصحح تصحح معايا لهنا اكور انا وياك وقعد معايا لهنا ونعطيك صالير وجاب لي كهرباء ودي وكذا وهاي دار وهاي كذا خاطر انا اخويا عملت ماتشوات ساعتها حاضر والصغر باهي عملت ماتش فما جمعيه ما ربحوهاش يجي خمسه ولا ست سنين لعبت معاها بارتيا ميكال ربحناها خمس والخمسه من يديا نسيقيا اي قلت لك علاش صارت الحكايه بالطريقه هذه علاش مشتول هامبورغ دخلت في الحكايه ما مو فما هي كل كيما نقولوا السوسيتي فهمت سوسيتي وعندها جمعيه فهمت عاملين شراكه مع بعض يجيبوا جوارات ويفاكتيوهم بن عيسى حلم مقزوده كيف كيف من غانغون اي 3 3 مليون دولار شنو يحكي لي تدرقبا ومالودا وقت ما نحكيناها لعبوا معي ساعتها لعبنا وساعتها نصر انا ودرقبا والله انا كل يوم انا واحد يمشي معنا حكيم ديري ملاعبي حكيم الفلاش هكا مسمينه ولا شنو اما ما ريتوش يلعب في كيماسيونال ولا فهمت اما ملاعبي طفل ملاعبي بكدا بكدا واحد مروكي ونمشيو دروك باي يهزنا بالكهرباء نتاعو ونمشيو بعيده شوي مع البحر ساعتها ما نعرفش بلادي ولا نسيتها انا ديما نتعشاو كل يوم كل يوم كي جا لهنا سلمى لي عندك مشكله المسؤولين يحرموك كيف كيف ما عندي كاركتير سبيسيال انا خويا ما شوف نعطيك حاجه المسؤولين عندنا في تونس يحبوا تبندير باهي الا من رحم ربي 80% 90 95% كيف كيف حتى في الكلوب خليل الشايبي نفس الحكايه مع لوكوموتيف موسكو خليل الشايبي مش مسؤول خليل الشايبي ما شنو؟ ما عندي انا مش مسؤول علاش؟ شوف